صدام حسين يشعل أزمة بين العراق والجزائر بعد هتاف الجماهير الجزائرية له خلال مباراة لكرة القدم بين فريق جزائري وآخر عراقي ضمن مباراة الدور الـ32 لبطولة الأندية العربية. وبعد مرور حوالي 75 دقيقة من المباراة انسحب الفريق العراقي احتجاجا على تمجيد الجماهير الجزائرية لرئيس الراحل ولترديد شعارات مناهضة للشيعة، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بفوز الفريق الجزائري على مضيفه العراقي، الأمر الذي دفع العراق لاستدعاء السفير الجزائري للاحتجاج على ما حدث. قبل أن تتصاعد الأزمة قدمت اللجنة الأولمبية الجزائرية اعتذارها رسميا للعراق.